طبعا اليوم ما عندنا لا فواصل ولا قواطع ولا أي شيء. وبغيت أقول لها في أي حاجة في حتى المخرج مصري مصر صح؟ تأثرت فيه أنت. فلكن راح نروح للموضوع دايركت مباشرة. إحنا نتحدث عن القلق اللي صار يطارد الناس من موضوع التجسس على الهواتف الذكية. وهذا أمر الحقيقة مسيطر على الناس الخوف، ولكن الاهتمام بهذه الهواتف، يعني شفتوا مقال صالح الشيح اليوم وقبل كل يعني بين فترة أخرى ومقالات أخرى في هذا الموضوع. أيضا تحول الآيفون أو الآيباد إلى الحقيقة مكاتب متنقلة وتختصر لك مسافات كثيرة وفيها كثير رموزات تريح الناس. قبل يمكن 10 سنوات 12 سنة كانوا مجتمعين في الولايات المتحدة الأمريكية وكانوا يتحدثون عن تقنية الآيفون، في كثير من الناس كانوا يضحكون في ذلك المؤتمر أنه غير متوقع المتصور. الناس تخاف من الملف الفايل اللي موجود في السماء لكل شخص اللي يستخدمون الآيفون. هل هو متجسس؟ من يتجسس؟ هل هم فقط هاكرز أم أنها حكومات أم أنها منظمات؟ في كلام من هذا النوع. خلونا نشوف هذا التقرير لزميلي محمد الحبيب ثم نعود بعد ذلك للنقاش مع ضيفنا العزيز الذي سيكون معي بعد قليل. مبيعات أبل في السعودية، باعت إحدى شركات الاتصالات نحو 7000 جهاز آيفون 4 خلال 7 ساعات الأولى من طرح الجهاز. وأيضا احتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا والثانية أسيويا بعد اليابان في شراء آيباد 2. مهندس عبد العزيز، كيف ممكن أجهزة الأبل الحديثة أنه تنتهك خصوصية الفرد؟ عن طريق تنصيب جهاز الآيوس 5، سوفتوير الآيوس 5 ثبت عندك وحط حساب شخصي بالآي كلاود عندك، وأي صورة تصورها أو أي مستند عندك أو أي اسم أو أي مكانك الشخصي أقدر أحدد عن طريق الموقع آي كلاود. هذه الميزة بأي جوالات موجودة وكيف طريقة استخدامها؟ موجودة بالآي أوس 5، يعني أي شخص ثبت الآي أوس 5 على جهازه أو آيفون 4S أو آيباد اللي فيه ميزة آي كلاود كلها موجودة فيها الميزة. حالياً الحين أبيبين لك جهازك عن طريق الآي كلاود. هذا موقع آي كلاود حاطين فيه حسابي فند ماي آيفون. شوف الآن طلع موقع جهازك. هذا أنا بالمكان هذا. أنا بالمكان هذا حالياً عن طريق موقع جوجل إيرث. يعني يقدر أي صاحب محل إذا كان مشترك على حسابي يشوف موقعك. أنا كنت مشترك على حساب مثلاً يحدد موقع بالضبط وين. ويرسل لك رسالة صوتية تبي أو كتابية غير إني يحدد موقعك. وأقدر أمسح جميع بياناتك. هنا أقدر أرسل لك عن طريق هذا جهازك طبعاً حددت هنا. أقدر أشغل لك رسالة صوتية أو كتابية. ممكن تشغل لي رسالة كتابية. سند مسج. أوكي. اكتب لي مثلاً روتانا خليجية. روتانا خليجية تحذرك. ثواني توصل عندك الرسالة. كمان وصلت الرسالة هنا إذا ممكن تشوفها. وأقدر أمسح بياناتك كلها الآن. لا خلي بياناتي مستور عليك. يلا عن طريق ريموت وايب امسح بياناتك كامله جميع البيانات. ايوه الحين اسماءك اللي بجهازك كلها صارت عندي عن طريق الموقع كونتاكت. شوف هذه كلها اسماءك انت الشخصيه. جميل. اللي بايفونك سمية 78 اسم. شوف الان لو اصور صوره عندك بجهازك راح تجيني على طول على جهازي الشخصي. ننتظر شوي الآن تنتقل الصورة من جهازك لجهازي تبقى عندك وتجي عندي. هذه الصورة هنا صورناها وجت هنا على طول. ورغم استخدام الجهاز بالشكل الكبير إلا أن غالبية المستخدمين لا يعرفون كيفية إنشاء حساب خاص على الآيتونز والآي كلاود الذي يجعل كل البيانات تنتقل عبر هذا التطبيق إلى صاحب الحساب دون علم صاحب الجهاز. وغالبية من يشترون هذه الأجهزة يستخدمون حسابات غير خاصة بهم، وبالتالي معرضون لانتهاك صورهم وكافة بيانات الجهاز بغض النظر عن نسخة البيانات في الجهاز التي تذهب إلى الشركة الأم.
الإصدار الجديد اللي نزل الآيفون قلت النسبة بالنسبة للإقبال على الجهاز بسبب المشكلة هذه، إنه الصور أو الخصوصيات أو البرامج أو الأرقام أو الكونتاكت نمبر أو جميع الانفورميشن تبع الشخص في الجهاز ممكن تروح لشخص ثاني. 90% يخافوا من الشغل هذا. يعني الآن الإقبال على حتى الإصدار اللي قبل في الآيفون أكثر من على الإصدار الجديد اللي هو الإصدار الخامس اللي نزل. الخطوة الأولى إن البرنامج الآي كلاود هذا لما تدخل عليه من الإعدادات تلغي الحساب أو تسوي حذف للحساب، بالذات إذا كان الحساب مو هو خاص فيك. الشغلة الثانية اللي هو الأفضل إنك تنشئ حساب خاص فيك حيث إنك معلومات تكون عندك. بينما منعت هيئة الاتصالات الفيس تايم من الشركة الأم، إلا أنها على الأقل لم توضح للمستخدمين كيفية الاستخدام في إنشاء حساب خاص أو التحذير الواضح لهذه البرامج الذي تنتهك فيه الخصوصية. بغض النظر باحتواء هذه الأجهزة برامج تعتبر غير لائقة للأطفال، مما يضع تساؤلا أين دور المسؤولين عن الرقابة على هذه البرامج أو إمكانية منعها. محمد الحبيب لبرنامج هلا الرياض. عادي، أنا دائما أخذ شاي على الهواء ومن زمان والحياة سهلة ولا ترتبكوا طبيعي. شكرا يا شباب، الشباب هنا مضيافين في جدة. أي. وأنا بس أنا شلته عشان ما جالك شباب. أنا أتابعك دائما ترى في. أهلا وسهلا فيك. الحقيقة معي الأستاذ حسين البلوشي وهو يعني خبير في تقنية الكمبيوتر والهاتف النقال. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. طبعا إحنا تحدثنا قبل شيء قبل الهواء. نعم. لعلك يا مادري إذا كان في فرصة سمع التقرير أو لا، ولكن نتحدث عن قلق من التجسس. نعم. هل هذا القلق في محله أم لا؟ شيء أكيد في محله. نعم. كيف هم من تقريبا فترة اعترفوا بعض الشركات بالتجسس رسمي، وفي المواقع ممكن لو نبحث عن الفيديو هذا تلقاه موجود الاعتراف حقهم، منهم شركة أبل. بمعنى إنه هم لما تأخذ التليفون من عندهم كل بياناتك نسخة منها في مقر الشركة عن طريق الأونلاين. إذا كانت إحنا التحقنا بالأونلاين قريب تقريبا في العشر سنوات الأخيرة، بس قبلها كانوا شغالين هم في أوروبا فكان يتجسسوا فعلا، أو بمعنى أصح يأخذ اللي يبغاه من جهازك وقت ما يبغى دائما. طيب دائما. من ممكن يحمي الناس من هذا الموضوع أن يأخذ اللي يبغى؟ هل هي الحكومات أو الشركات أم محامي يعني طالب بحقوقك؟ هو إذا كان في من يسن القانون أيضا؟ نعم، هم انت في الاول والاخير انت الضحيه، انت ما حد يدري عنك انت الا اذا جات صدفه او بمشكله معينه فطلع انك انت متكلم في موضوع معين وجايبينك وساحبينك، فذيك الساعه تعرف انك انت مراقب او انهم كانوا يراقبوا تليفونك. لكن اذا بتعرف انت كيف. لا بس انا ضحيه. لمتى اقعد ضحيه؟ أنا لو أقول لك في قضية في أحد أثبت أنه أحد جسس علي أو الشركة أبل أخذها ونقلتها الجهة أو مثلا حكومة دولة، ما من يحميني أنا كمستهلك كمستخدم؟ لأن الآن ما في مفروض الإعلام أن يكون لهم قوانين معينة، إنما هي مفتوحة عند حين ممكن أتجسس على أي تليفون وقت ما أبغى وكيف ما أبغى. طيب الخطر من الجهات الأمنية أم من الهاكرز المتطفلين؟ لا، الجهات الأمنية أكيد بتمر عليها الداتا دي أو بتمر المعلومات اللي في جهازك. لو أرسلت مثلا MMS أو إيميل من جهازك بيمر على رقابة معينة بعدين يروح للطرف الثاني. يمكن تلاحظ المشكلة هذه صارت مع البلاك بيري من فترة، وبدأوا فيها من الإمارات وفي السعودية، فإنهم لازم يكون يوجدوا المناطق العربية أو حتى الدول العربية منها السعودية والإمارات، لأن يعني بلاك بيري كانت تمر بدون رقابة، فرقابة الدولة لازم موجودة. إنما البرمجيات هي الفكرة، أكبر مشكلة في البرمجيات. إذا أنا أخذت برامج منسوخة أو نزلت برامج من مواقع غير رسمية، في الذولة بينزلوا ملفات معينة في الحاجة، ممكن يعرفوا مكانك بالإيميل، يعرفوا موقعك بالجي بي إس. نعم. إذا أنت تصورت مثلا صورة بالآيفون، الصورة دي بتحدد موقعك بالضبط، بياخذ اللوكيشن تبعك من ضمن الصور. أنت لو تفك الآيفون في أول مرة، وهذا الفايل اللي في السماء، هذا الفايل اللي ممكن يحدد السماء، هذا اشتغلوا فيه أول ما بدأوا فيه حقون أبل. كانت فكرتهم أنهم إحنا بنضيع الداتا، ما بيضحكوا علينا بطريقة معينة، يعني بيقولون أنك أنت بتضيع الداتا
بتفرمت الجهاز بتروح الارقام فهم عملوها كاكاونت. ليش احنا نستخدم انه يضحكوا علينا؟ ليش ما نقول انه تطور علمي؟ لانه اليوم لما يضع ايفون اي احد مضبوط يجيبه بامكانك تجيب معلوماتك وهذا شيء جيد يعني. هذا كلام صحيح. فهي بدأت من هنا كفكرة. هم كان احنا دائما نصدق بالنوايا الحسنة اللي موجودة عندهم. لكن في الأخير هم اعترفوا بالذات آبل اعترفت انها كانت تتجسس على الناس بتعرف كل صغيرة وكبيرة عنك من قبل من واسطة الايفون. لكن هذا بلاك بيري انا لا انا صار بشريته من بس له شهر يشحن لسه العلاقه ليست حنينه يشحن اي العلاقه ليست لا هو جهاز هو الفكره ممتازه انه انا ما اضيع داتا دي حتى في الموضوع المعلومه هذه موجوده في الاتصالات السعوديه ممكن تدفع انت رسم معين كخدمه يعطوك موقع ترفع عليه ارقامك وتاخذها منهم اما قبل فكتها مفتوحه ب 5 ميجا اظن ببلاش وبعد كده تدفع عليها ترى ما شربت انت وانا شفت اللخبطة اللي صارت أقل شيء يعني نشرب عموما الحقيقة وقت انتهى اليوم حلقتنا ضيقة أهلا وسهلا فيك وبسيطة لأنه الحقيقة عندنا حدث مهم مرتبطين فيه الله يعين شوي بعيد عن التقنية ولكنه قريب من القلب يا سيدي وهو شاعر الملك اللي يشرفنا فيه الله صاحب السمو الملك الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز راح نكون بعد شوي شكرا لك استاذ حسين البلوشي على حضورك راح نكون بعد شوي ننتقل من هنا الى استديوهاتنا في الرياض مع زميلي تركي العجمه في مسرح الامير سلمان بن عبد العزيز في الرياض شكرا لكم دائما لانكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا ونلقاكم غدا في امان الله